اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. يعني برضو يا كابتن وليد، مش عايز افتكر العشره دايما هي اول امبارح او كل حاجه، بس انا عارف ان انتم نسيتوها، بداتوا تفكروا في الذبح بكره وبعدين التمرين وبعد كده يوم الدوري. الدوري فالعشره وانتم قاعدين، وانت قاعد بتتفرج، يعني انت كنت موجود ومصاب وقاعد بتتفرج على الماتش، عارف ان انت ولا هتنزل ولا موجود في فرقه ولا حاجه خالص، كان احساسك ايه يا كابتن وليد من الاول، من البدايه؟ يعني الناس كانت، انا كنت واحد من الناس حاسس ان انا مقلق في اول ماتش، واثق في فرقتي جدا وكل حاجه، ولكن بتلعب ماتش نهائي برضه. اكيد يا كابتن، انا هقول لحضرتك حاجه حصلت واحنا موجودين هناك، كنت انا وسعد في المحاضره مع بعض ومع اللعيبه، وكان كلنا بنتكلم. انا قلت لهم انا واحد مصاب بس اتمنى اكون موجود، يعني كنت اتمنى ما اكونش مصاب اكون موجود في وقت زي ده. ايوه، انت بتلعب نهائي وبطوله غاليه على النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي، احساس يعني مش عايز اقول احساس حلو جدا ان اكون موجود في النهائي وتاني نهائي على التوالي. تسعه كنت كسبان الزمالك، العشره دي بلعب قدام فرقه من 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 جنوب افريقيا. انا في المدرج انا وسعد قاعدين، مش عايز اقول لك يا كابتن، احنا قاعدين نزعق العب لقدام، عايزين نجيب جول. بس الجول الاول، بس انا عايز اقول لك على حاجه، انه حتى الشوط الاول وهم 11 انت كنت اقرب بكتير من فريق كايزر تشيفز. يعني انت اتقال ان انت بقى بعد الجون، بعد ما اتطرد من واحد من عندهم، جبنا ثلاث اهداف وبتاع، ولكن طبعا ما هي كره القدم كده في النهايه ماشي، لكن في الاول برضو احنا ضيعنا جون واثنين وثلاثه. ما هو بيتقال كتير يا كابتن اسلام، يعني بيتقال كتير في كل حاجه مش في دي بس. لكن في الاول وفي الاخر انت بطل افريقيا. بس انا هفكر وليد يوم الماتش، انا قلت لك ايه الصبح على الفطار، قلت لك هنعمل ايه؟ هنكسب ان شاء الله. قلت له هنكسب 3-4. والله العظيم. منين جالك الاحساس ده؟ قبل الماتش بيومين كنت قلقان جدا، بس سبحان الله يعني يوم الماتش جالي راحه كده، وقلت للكابتن سامي قلت له هنكسب الماتش، هيفتح وهنكسب. اللعيبه مركزه مثلا، اللعيبه مركزه، بس يعني غير ان اللعيبه مركزه جامد، يوم الماتش انت بتحس بشكل اللعيبه باليوم عامل ازاي، بتبقى مرتاح مبسوط، بتحس يوم الماتش قبلها بالنتيجه. يعني في ماتشات كتير كده، لكن من الشوط الاول يعني للامانه برضو لا، كان الواحد ما عندوش، اتكلمنا مع بعض المدرج يا سعد، ايوه مشدودين، بس ما كانش عندنا ثقه وشك 1% ان احنا هنكسب البطوله. هنكسب يعني فعلا. بان ابتدى يبان كان فارق كبير جدا ما بين النادي الاهلي وكايزر تشيفز، ابتدى يبان الفرق. بالظبط يا كابتن. خلي بالك انت بتتفرج على الفرقه بتجيب لها افضل حاجات، لما تيجي تتفرج على الفرقه بتجيب لها احسن حاجات، بس هي كانت فرقه غريبه بين فانت وبينك. بتشوف حاجات كتير كويسه ونقط زي ما بقول نقاط قوه كتير جدا، وفي نقاط بنقعد ندرس. فطبعا برضو هرجع اقول لك لاحترام المنافس، هو ده السر وهو ده السبب الرئيسي ان انت محترم الفرقه، ان انت يعني مديها اهتمام كبير جدا واحترام كبير جدا. ايوه، لكن حضرتك لعبت النهائيات برضو يا كابتن اسلام، دايما النهائيات بيبقى فيها تنشنه مختلف، لا فيها تنشنه دايما، هتلاقي النهائيات يمكن ده من اكتر النهائيات اللي جه فيها جوان وتلعب فيها كوره حلوه في الشوط الثاني. ايوه بالظبط. لكن معظم النهائيات نهائي الترجي 2012 هو النهائي الوحيد اللي كان فيه كوره ممتعه طول الماتش، مظبوط، وكنا احنا متسيدين الماتش، صح. لكن معظم النهائيات بالعكس فيها تنشنه، كوره حلوه قليله، ده بيبقى كده. يوم ماتش النهائي بيبقى يوم صعب جدا.